مساء الخير من الام تي في، برحب فيكم بحلقه جديده من سكور. اليوم بدنا نحكي فيها عن انجاز كبير للبنان كان عم يتحقق برياضه الفوتسال من خلال بطوله كاس اسيا. ايضا بدنا نحكي عن رياضه الجودو يلي كان عم بصير بموسم 2017، بطوله اسيا اللي رح نتابعها ويمكن نشوفها على الام تي في بشهر ايار المقبل، وايضا بدء الاستعدادات للالعاب الاولمبيه المقبله. لكن بدايه ترحيب بضيوفي دوري زخور. مساء الخير استاذ دوري. حضرتك منسق عام لجنه الفوتسال بالاتحاد اللبناني لكره القدم. بدنا نحكي نحن هيك عن الفوتسال، من 10 سنين كنت ضيفنا، كنتوا بعضكم العين في هذه الرياضه. بدنا نحكي عنها، بدنا نحكي مع حسن حمود. مساء الخير استاذ حسن. نحن هيك بدنا نحكي عن فريق بنك اوف بيروت يلي عم بحقق نتائج ممتازه ببطوله الفوتسال، وكلمه ايضا عن المنتخب من بعد المشاركه الاسيويه. فرانسوا سعاده جونيور مساء الخير. نحن وياك بدنا نحكي شوي عن بعض النشاطات. حضرتك موجود بعدد من اللجان بالاتحاد اللبناني للتايكواندو وبلجان اللجنه الاولمبيه اللبناني بجودو عفوا. بدنا نحكي نحن وياك عن يلي كان عم بصير بموسم 2017 وشو ناطرنا بعد شهرين ببيروت. ولكن دوري بدايه نحن وياك، الفوز على تايلاند هل عطى بوست لرياضة الفوتسال؟ تايلاند إذا بدنا نحكي للمشاهدين هي من أهم الفرق الموجودة بآسيا برياضة الفوتسال، من أول أربع فرق، من أهم يعني. أربع فرق إلى جانب اليابان وأكيد إيران ومين كمان معهم؟ أوزبكستان. أكيد عطى بوست كتير قوي، وخاصة أنه مثل ما حضرتك قلت أنه تايلاند من الفرق القوية المنافسة، وخاصة بالفرق أحرزت هي كمان البطولة، الفرق عم بحكي عندي. بس للاسف انه هالشيء ما تحقق، لان ما وصلتوا للدور الفينال لانه مع العراق. ايه يعني بالكوارتر فاينل للاسف خسرنا بالبينالتي ضد العراق، اكيد ضربات حظ هيدي، يعني كنا لازم نستغل هالفرصه ونحقق اول انجاز للبناني يفوت بالنصف نهائي. بس مع هيدا وكله اكيد تقدمنا بالرانكينج تبع اسيا، صرنا خامس باسيا اللبناني. من اصل كم دوله موجوده اليوم باسيا؟ باسيا 30 35 ايه او اكثر. لا اكثر، ايه وبالمنتخبات العالميه الرانكينج تبعونا صار 40. نعم. طيب اذا بدنا نحكي كلمه، كنت عم بقول بالمقدمه انه من 10 سنين اول شوي كنت ضيفنا، كنتوا بعدكم مقلعين بهذه الرياضه، وين كنتوا وين صرتوا؟ لا ما في شك اكيد صار في تطور مش شوي كثير، وعم تشوف هالشيء. يعني في كمان مثل بنك بيروت عم بيمثل لبنان، واصلين عليهم الصداقة كمان، مثل طلعنا 30 وقتها بالبطولة، يعني عم نعمل نتيجة. بس نجيب انت بتعرف الامكانيات الموجودة، يعني غير فرق مثل تايلاند ايران كل وخاصة اللي الدول اللي حوالينا مثل العراق امارات بيروحوا بيعملوا معسكرات شهر وشهر ونص ومباريات دولية. نحن كمنتخب لبنان اربع متوشة دولية لعبنا ورحنا وعملتوا نتيجة وعملنا نتيجة، وغير فرق يعني كمان انه هيدي المشكلة ما عندنا الامكانيات تنقدر، يعني بكل الرياضات حتى بالجودو مثلا عندهم مشكله تمويل للالعاب الاولمبيه المقبله، ولا بدنا نحكي عنها ايضا. اكيد من 10 سنين لليوم يعني صار في نقل تلفزيوني، هذا بيخلي بيساعد بعض السبونسرز كمان موجودين اكيد. طيب حسن، اذا بدنا نحكي عن بنك اوف بيروت وحضرتك مساعد المدرب وايضا موجود كمساعد مدرب بمنتخب لبنان، برايك انت البطوله المحليه تطورت بشكل كبير ام انه المنافسه الاحاديه؟ بفتره من الفترات كنا شفنا الزملاء بالميادين بمواجهه بنك اوف بيروت، وقبله كمان كان في الصداقه موجوده. اليوم بنك اوف بيروت استعداداته عم بتكون فقط محليه ام انه كمان حاطط بحساباته المشاركات الاسيويه؟ بالنسبة للتطور أكيد في تطور، يعني نحن من بمجرد انفصل الفوتبول عن الفوتسال، هون بلش الفوتسال ياخد حقه، بلش اللعيبة الفوكسنج يتخصص كله بلعبة الفوتسال. يعني مثل ما نحن بلشنا، يعني رح أحكي عن حالي، بلشت أنا لاعب، كنت لاعب فوتبول ونشارك ببطولات آسيا من 10 سنين لما كنا نطلع، كنا لعيبة فوتبول نطلع نشارك بطولات اسيا، نتمرن اسبوع قبل ما نسافر فوتسال. فاليوم اللاعب الفوتسال لا صار متخصص، صار متخصص بدنيا وفنيا، كل تركيزه بهيدي اللعبه. احكي على التطور، بونك بيروت اكيد عطى تطور كثير كبير للعبه. يعني نحن اليوم عن جد اللعيبه ببونك بيروت عم بعيشوا حاله قريبه للاحتراف، قريبه كثير، ان كان خلال التمارين اللي هي تمارين دائما عم بتكون مكثفه، تمارين يومية كل يوم كل يوم في تمرين، ما عنا رياحة، بيكون عنا إذا نهار سبت أو أحد جيم منريح نهار بعد الجيم.
التطور اللي عم نعمله أكيد مش بس للبنان، يعني هلأ أكيد التارجت تاعنا هلأ إنه نربح البطولة، بس استعداداتنا رح تكون كتير كبيرة لنحضر حالنا لبطولة آسيا. صار وقت إن شاء الله لازم نطلع ونعمل نتيجة. ما هو بدأ كيف في خيبة الموسم الماضي؟ منا خيبة لأن نحن وصلنا ربع نهائي وطلعنا من الإيرانية، من الفريق الإيراني اللي وصل على الفينال، خسر من تايلاند من الفينال، خسرنا 2-0. مجريات المباراة ما كنا عم نلعب طرف اللي قاعد عم بدافع طول الوقت، لا كنا نحن عم نهاجم والفريق الإيراني عم بهاجم. فخيبة أكيد لا مش خيبة، بس إنه خسرنا 2-0 اليوم. وين كان في أخطاء عم نحاول قد ما فينا نشتغل أكتر نصلح هيدا الأخطاء لنطلع هالسنة وتكون النتيجة إن شاء الله أفضل. أكيد ناطرين، لأن السنة الماضية كانت الأمال شوي بفترة فترات أكبر من النتيجة اللي تم تحقيقها. إن شاء الله هالسنة إن شاء الله وبدنا دعم أكبر من البنك. البنك صراحة أجنبي. يعني صراحة البنك ما لا المشاركة الأسيوية أنا بحكي، وحتى أسيويا البنك ما عم بيأثر. لأحكي لنكون صريحين، يعني الإدارة شو عم ينطلب منا، شو عم ينطلب عم بتنفذ. يعني شوية حظ ومثل ما قلت لك الأخطاء اللي وقعنا فيها، الأخطاء اللي وقعنا فيها صار فينا نصلحها، صار فينا نطورها، أكيد لازم نعمل نتيجة أفضل. إن شاء الله خير. إن شاء الله يا رب. هلأ بدنا نحكي أيضا عن دور المدرب المحلي ودور المدرب الأجنبي معك ومع دوري، ولكن مع فرانسوا بدنا نحكي عن موسم 2017 السبت الماضي، ورح نشوف صور كان في تكريم لأبطال 2017. برأيك أنت موسم 2017 وحضرتك الموجود إلى جانب الوالد وموجود بالبوضة وعم بتساعد، كان جيد على مستوى الجيدو بلبنان؟ كان أكثر من جيد، بما أنه في عنا كذا شخص طلعوا أفضل لاعبين ببطولة العرب، منهم راول دانيال، أكويلينا الشايب، وجو حداد، وشفناه بناء المباشر على الام تي في. نعم مباشر على الام تي في اللي منتشكره أكيد. وفي عنا كذا لاعب عنده القدرة يوصل ويعطي نتيجة كتير مهمة للبنان ويعلي علم لبنان خارجيا أسيويا. أنت عم تحكي أسيويا رح تصير بلبنان بما، وإن شاء الله خير يكون في ميداليات للبنان، وخاصة أنه جاي رئيس اتحاد الدولي للجودو مع لبنان. طيب وبلشوا شيء استعدادات، نحن بنعرف أنه خيبة الأمل الكبيرة، نحن كنا عم نحكي بنكو فيروت وصل كارد فينال، يعني كنا متوقعين أكثر، بس خيبة الأمل الأكبر كانت مع البطل اللبناني الياس يلي ما قدر يعمل شيء بالألعاب الأولمبية، توينجي أرجنتينية برازيلية دفعنا حقا نحن. بس 2020 شو غير الاستعدادات؟ يعني إذا الله راد رح نكون في ميدالية تاريخية للبنان بالجودو، لأنه عم نشتغل على هذا الأساس. عند الرجال فقط أو عند السيدات أيضا؟ عم نشتغل على أكثر من شخص، بس مثل ما بتعرف بالجودو هلا بتكون تبلش يمكن بنص ال18 وبتطالع تقدر تبلش تشتغل على أكثر من شخص، لأنه ما رح نتكل على شخص واحد، مشينا على كذا شخص كما يقدر يوصل ويمثل لبنان بالأولمبياد. المشاركة الأخيرة بأبروس كيف كانت؟ شفنا في ابن صديقنا شارب الريانة بسركيس، وشفنا كتير أسامي لبنانية عملت نتائج جيدة. نتائج كانت كتير جيدة، خاصة كانت بطولة كتير قوية، كان في بلغاريا، اليونان، جورجيا اللي تعتبر من أهم الدول بالجودو، وست فرق من أبروس وقدرتوا تعملوا نتيجة. هلا بدنا نحكي بعد شوي يمكن بالقسم الثاني عن بطولة آسيا، يمكن يلي رح نتابعها على الام تي في، وأداء أمال لبنان كبير فيها أكيد في هذه البطولة. دوري كنت عم بسأله لحسن دور المدرب اللبناني اليوم رياضة ناشئة الفوتسال، قدرتوا تفرضوا حالكم محليا، بطولة جيدة، فرق موجودة، يمكن اليوم عاد فيها الميزانيات الكبيرة بس بطولة جيدة، أين هو دور المدرب المحلي أو الأجنبي؟ بالنسبة للمدربين أكيد ما في شك أنه في قرار بالاتحاد الأسيوي والاتحاد اللبناني أنه المدرب اللي بده يكون عم بيقود فريق درجة أولى لازم يكون عامل شهادة ليفل 2 بالتدريب بالاتحاد الأسيوي، يعني فأكيد عم ينشغل على الموضوع. بس أنا بالنسبة إلي مفروض يكون كمان في مدربين أجانب، لأن وقت شفنا مدرب أجنبي مثل بنك بيروت هذيك السنة اللي قبل الميادين كان عندهم كمان مدرب، صار في منافسة قوية، عم بيتطوروا اللعيبة، عم بينجاب، كنا عم نحكي على التطور من 10 سنين لليوم، عم بينجاب لعيبة أجانب مميزة. يعني بنك بيروت جاب هذيك السنة لاعب الإيراني اللي هو مهدي جافيد لاعب منتخب، وجابوا فريق طرابلس لاعبين من منتخب كولومبيا كمان فريق اليو اي جي بوقتها. فاكيد انا مع يجي مع اثنين، مع المدرب وعن لاعب اكيد. هلا عندك مدربين كفؤين كلبنانيه،
في مدربين اكيد بعد بدهم الخبره، بس المدرب الاجنبي اكيد بيلعب دور كثير بتطور الفريق اكيد والفريق. حسن انت برايك انت الافضل هو المدرب الاجنبي او اللاعب الاجنبي؟ لا تساعدكم كفريق، اذا بدنا نحكي كبنك بيروت هلا يمكن بالنسبه للجنه الفوتسال بالنسبه لنا يمكن الافضل هو المدرب، بالنسبه لكم كفريق؟ لا اكيد انا بدي احكي كفريق، كفريق اكيد اللاعب كثير مهم والمدرب مهم، بس مش بس مهم للفريق، يعني المدرب الاجنبي حتى عم بيطور المدرب اللبناني، عم بيعطيه الارشادات، عم بيطور المدرب اللبناني، والفريق اكيد بحاجه، اكيد اكيد بحاجه للاعيبه اجانب. يعني اليوم جبنا مهدي شفيد، لما اجى مهدي شفيد ما بتصدق قد ايه كان عنده تاثير ايجابي على اللعيبه اللبنانيه، يعني اللعيب اللبناني بيستفيد كثير من اللاعب اجنبي حتى يمكن يفرض ظهرته شوي، لانه اللاعب اللبناني لحاله مع لبناني ثاني، يعني المنافسه بين اللعيب اللبناني والاجنبي بتعلى، ولما تعلى المنافسه بنفس بين اللعيبه بنفس الفريق رح يطلع مستوى الفريق صح. اكيد يعني برايك انت اثنين مطلوبين اكيد. طب شو عم بيزيد اللاعب الاجنبي واذا وشو عم بيزيد اكثر المدرب الاجنبي تقنيا، خبرات، خطط؟ اكيد تقنيا وخبرات مثل ما عم تقول، ومثل ما بدي زيد على الكابتن حسن انه بصير اللاعب اللبناني يغار منه، بصير بده يقلده، بصير بده يعمل مثله احسن، اكيد مشان هيك بيتطور. عفوا يعني رح اعطيك مثال صغير، اليوم نحن بكل تمرين بنخلص التمرين تاعيتنا اللعيبه كلهم بيتوجهوا ليقعدوا بالثلج ليعملوا ريكفري للعضل تاعهم، هاي قبل ما كان حدا بيعملها بلبنان. يعني الاغاره مفيده طبعا، اغاره بطريقه ايجابيه يعني وغير ايجابيه، المهم اللاعب يستفيد، هذا اهم شيء، وهذا الشغل اللي المفروض تصير من خلال الاحتكاكات، يعني بطبيعه الحال الاحتكاك هذا الاساس له. انتم كمان بجيدوا او اللعيبه المتكلين عليهم اللبنانيه او محلي وخارجي؟ محلي كله، هو اصلا نصيف محلي بس انه عايش برا هلا. لا متكلين اكيد، الضغط كل الكبير هو على نصيف بما انه هو بيوصل للمستوى الماكسيموم تبعه. طب فرنسوا مطرح بتبلشوا بالتحضيرات للالعاب الاولمبيه؟ هلا نيكست ويك في عندنا جراند بري دوسلدورف بالمانيا رح يشارك فيه نصيف، في من بعده تريننج كامب، ومن بعدها في عندنا ثلاثه وورلد كوب بنشارك فيهم ببان امريكا نصيف لح بسنه 2018. هلا دغري ورا بعض كلهم بمارس، لانه يمكن من هلا بتبلشوا تحضروا للكوتا بليس تبعكم. مزبوط. يعني بدنا نتمنى لكم التوفيق. بالقسم الثاني بدنا نسال حسن مع مين المنافسه ببطوله لبنان، ومع رئيس دوري بدنا نسالك عن مواضيع لها علاقه بتطوير هذه الرياضه بالسنوات القليله المقبله، رياضه الفوتسال. رجعنا معكم بالقسم الثاني من سكور. دوري زخور، بدنا نسألك عن موضوع تطوير هذه الرياضة بالسنوات المقبلة، يمكن في عنا استحقاق مهم بعد وقت قليل هو كأس العالم. نعم، بعد 4 سنين. بعد 4 سنين، طب كيف بدها تكون الاستعدادات؟ لأنه إذا بدكم تشتغلوا مزبوط في سايكل بده يكون 100%. لا سوري، بال 2020 هو رح يكون أكيد. هلا ما بعرف إذا المدرب رح يتجدد له او نية استقدام المدرب الايراني مدرب جديد. كان عندنا اجتماع كلجنه وعلى راسه اكيد استاذ سيمون دواي، هي اللي هو بتعرف الصديق الكبير قد ايه بحب هاللعبه وقد ايه بحب السبور وقد ايه ما بحب يطلع على الهواء اكيد. فمفروض ينعمل بلان ل يكون عندنا فرصه. طيب شو هي اهم النقاط اذا فينا نخبر شوي المشاهدين لهذا البرنامج اللي بدكم تعملوه لكاس العالم المقبل؟ اوكي، المدرب بده يكون موجود بلبنان، غير شيء بدنا نعمل كامبين بكل انحاء لبنان، جنوب بقى تيشوف كل اللعيبه. في دوري جامعات كثير عم بيكون مميز، كان بنات او كان شباب. وين باي جامعات عم تشارك فيه؟ كلهم تقريبا، يو بي اند يو ازاك، بلا ما نعمل اكيد دعايات. فعم بيكون دوري كثير قوي، يعني هول بيكونوا نواة للمنتخب، في الفرق في لعيبه مميزه، شفنا بونك بيروت عم بيلعب برا، في لعيبه كمان لازم نشغل عليها، في منتخب اندر 18 او 20 كمان عم بنشغل عليه، في لعيبه مميزه، في العمل بكفايه عنده لعيبه كثير كثير مميزين صغار، هول كمان رح يكونوا نواة المستقبل لعيبه، اكيد هذا المدرب بده يشتغل عليهم من يعني مثل بدي اقول لك من امبارح مش من اليوم، من امبارح تنوصل لكاس العالم، لان يمكن البطوله تصير باليابان، فهيك بكون عندنا افونتاج نكون كان
لبنان اسيويا يعني لان طب عود اليابان عم بتنافس معكم يعني بتصفطوا اوتوماتيك بتكون بتاهل يعني لو هلا كنا تاهلنا جد كنا خامس اول خمسه باسيا بتاهل ونحن خامس كنا فتنا كاس عالم بس هلا بدنا نعمل غير تصفيات له اي غير تصفيات بس لانه اليابان موجوده يعني بضل في خمس فرق اليابان اوتوماتيك بتتاهل يلا بدنا نضلنا وراكم ونحن الى جانبكم اذا بتحبوا تحكوا تبقوا عن سبونسرز عمي من بدكم نحن الى جانبكم هون كمان اذا بدك حسن بدنا نحكي عن البطوله قد ايه البطوله قادره تساعد المنتخب البطوله المحليه اكيد درجه اولى خزان للمنتخب اكيد البطوله طول ما فيها منافسه وطول ما فيها انديه عم تشتغل مظبوط هذا كله خزان للمنتخب يعني اليوم لما بون طب اليوم الجامعات عم بتنافسكم ولا عم بتساعدكم الجامعات لانه دوري عم بيقول انه في بطوله جيده بالجامعات طبعا وحتى خلال جيدة. الدوري في عندنا جامعات عم بتشارك بالدوري كمان لا اكيد الجامعات كمان بتجي بطبيعه الحال يو اس سي ويو اس سي سوري في لعيبه بالجامعات عم بيلعبوا بدرجه اولى بالبطوله 100% عم تشوفوا وبالتالي يعني الاحتكاكات صارت جاهزه تكون في دعم اكبر للمنتخب اللبناني يعني التصفيات يعني لكاس العالم برايي برايي انه منتخب الاندر 20 اللي اشتغلنا عليه وكمان حقق نتيجه كمان وصلنا ربع نهائي سائب كمان لعبنا مع ايران منتخب الايراني بس منتخب الاندر 20 بينشغل كثير عليه في لعيبه في عن جد في لعيبه مميزين يعني لانه يمكن هول ربيوا على الفوتسال ايه طبعا ما اجوا من غير رياضات على طبعًا. على الفوتسال بشكل مباشر، طيب تقنيا اللاعب اللبناني بشو بيتميز؟ طبيعة الحال اللاعب اللبناني دائما بذكاء ببنيته الجسدية عنده الدريبل عنده الفيزيكلي بيكون دائما هلا مشكلته انه سلفش كثير هاي وراثية عنا اياها بس لا لازم نوصل لمحل لنعمل نتيجة بدنا نطلع من هيدي العقلية بدنا نغير هالعقلية بتوافق؟ هيدي حكيناها أنا وياك تحت الهواء وحكيناها امبارح أنه عن جد الثقافة لازم تتغير تبعية اللاعب أنه أنا بدي أجيب الجول هيدي مشكلة كبيرة كمان لازم ينشغل عليها لأن هيدي بهمة يمكن أنتم مش هالقد يمكن هيدي مهمة الجهاز الفني مزبوط طيب يفرض حاله طب الجهاز الفني قبل ما ننتقل تنشوف بالجيدو ختاما في ختام هذه الحلقة اليوم في أكثر من مدرسة بعالم الفوتسال في المدرسة الأوروبية في المدرسة الأسيوية الإيرانية الأفضل إذا بدك وفي ربما المدرسة الأمريكية الجنوبية لأن نحن نعرف كثير منيح أنه البرازيلية والأرجنتينية دقوية وخاصة البرازيلية لبنان طبيعة لعبهم أقرب لمين وتاني شيء بمين اعتمدتوا أنتوا كجهاز فني للمنتخب هلا أنا كنت أشتغل أكثر مع المدرسة الأوروبية مثل ما بقولوا مع المدرب السابق باكو أراوخو يلي أكيد عطى بصماته للعبة شفنا تقريبا كل الفرق عم تلعب السيستم يعني بيلعب بإسبانيا بتعرف أنت إسبانيا من أبطال العالم وأبطال أوروبا بس هلا البرتغال ربحت بطل أوروبا فأنا جيران مزبوط فأكيد أنا مع المدرسة الأوروبية يلي متطورة أكتر يعني بتعتمد على خطط أكتر من أشياء فردية بس يمكن لا اليوم بالمنتخب مدرب إيراني لا صح نحن بالمنتخب قراب أكثر للمدرسة الأسيوية اللي هي بتعتمد على الشوط كتير بتعتمد على اللياقة البدنية العالية بتعتمد على الدفاع يعني بس كمان المدرسة الأوروبية هي اليوم خلال الدوري عم نشتغل على المدرسة الأوروبية اللي هو هجوميا أكثر بانك أوف بيروت أكيد عم نروح للمدرسة الأوروبية بس بنفس الوقت عم نشوف نحن بآسيا شو بحاجة كمان عم نشتغل بس هون مثلا إذا بدنا نحكي ألمانيا مثلا ذات السيستم تقريبا بين الأندية والمنتخب اليوم إذا المنتخب بده يشتغل على النظام الإيراني النظام الفني الإيراني بالفوتسال الآسيوي والفرق عم تلعب على السيستم أو النظام الأوروبي ما بضيع اللعب مش بالضروري يكون عم بضيع لا مش بالضروري أبدا هلا شفنا يعني سوري هلا شفنا نجيب بالمنتخب تنكون واعيين يعني عم يوصل اوقات اللعيبه انه ما عندهم حلول يمكن اوقات اذا مسكر الشوط شو بده يكون عندك غير شيء فالمدرسه الاوروبيه كان عندها حل انه في شيء لاعب اسمه بيفوت فيك تسلمه يحضر يبرم يشوت او تشتغل مثلا بيفوت يروح على الاطراف في حلول اكثر هلا نحن ما بدي اقول انه ما نجحت المدرسه الاسيويه بس كمان اذا بتضموا اثنيناتهم يمكن هذا اللي عم نحاول نعمله بالبنك هذا اللي عم نحاول نعمله انه اليوم عم نشوف وين في خلل وين مش خلل وين في نقص بالمدرسه الاوروبيه
عم نشتغل عليه نستفيد منه، لأن نحن حتى المدرب مدرب صربي، فأكيد نحن عم نلعب بسيستم كمان. شو عنا نقص؟ عم نطوره. إن شاء الله خير. هلا بدنا نشوف بختام الحلقه الاستحقاقات المقبله للمنتخب ولبنك اوف بيروت، ولكن جونيور نحن موجودين للاسف اذا فينا نقول برياضه الجودو بمهد الجودو بالقاره الاسيويه، اليوم برايك المنافسه هي الاصعب تنتاهل للاولمبياد من خلال اسيا؟ اكيد، بما انه اهم دول العالم بالجودو هن باسيا، بس إذا فينا نعدهم يعني أكيد يعني اليابان، اليابان، كوريا، أوزبكستان، كازاكستان، كيرغستان، يعني تشاينا، تشاينيز تايبي، يعني من أفضل اللاعبين هذول بالعالم. بس عنا يعني عنا الأوبورتونيتي نقدر نوصل، خاصة بما أنه عنا جيل كتير صاعد كتير منيح. بتحب تذكر بعض الأسامي؟ يعني في عنا مثل مايكل كامون، مثل راين أبي سركيز، يوشيدو سيئلي ابنه للبطل فادي سيئلي، دييغو سيئلي، في كذا لاعبين، وفي صديقنا اللي عمل نتيجه منيحه راين ابي سركيس، لا وفي لا 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 راول دانيال، راول دانيال، راول دانيال وجو حداد وغادي موسى. يعني في عنا مستوى كتير منيح بالصغار، نحن عم نشتغل هلا اكثر شيء يعني على هذا على الصغار كرمال يوصلوا، يعني مش اذا مش 2020 2024 يكون صنع في لبنان. مزبوط 100%. بس هلا نحن ما عم نقول شيء عن نصيف الياس، بس انه نحن بنحب انه اكثر هيك نشتغل على الموضوع اكثر، بس بكلف كمان. اكيد بكلف، اكيد هيدا الشيء صندوق الدعم الاولمبي ولا اللجنه الاولمبيه ولا الوزاره ولا الاتحاد، مين بيساعدكم؟ يعني نحن هلا اكثر شيء بنشكر اللجنه الاولمبيه وصندوق التضامن ووزاره الشباب والرياضه اللي عم ببلشوا انه يساعدوا الاتحاد كرمال تنقدر نوصل للهدف المطلوب. واكيد يعني عم نجرب نجيب سبونسر كتير كبير للاتحاد كرمال نقدر نغطي كل المصاريف كرمال يكون عندنا كذا شخص بطوكيو. مصاريف تأهل لطوكيو وبعدين 2000 وباري 2024 باري، لأنه مربط خيالنا، وبالتالي بتكون كأنك عم تلعب على أرضك بالعاصمة الفرنسية. مزبوط دوري صح. أنتو بتشاركوا مش بالأولمبياد الصيفي بالفوتسال؟ نو no, نحن بالأولمبيك إندور جيمز. أولمبيك إندور جيمز، المشاركة المقبلة أي متى رح بتصير؟ هلا عنا الاستحقاقات التصفيات اللي هو بال 2020 بيكون في تصفيات، بيكون في نهائيات، وبيكون في كاس العالم كمان. يعني طب الميزانيه حاضره جاهزه كافيه؟ هلا الميزانيه يعني بدهم اشكر الاتحاد اكيد، يعني في ميزانيه معينه للفوتسال انه ما بيقصر معنا، بس اكيد بدكم تتكلوا يمكن اكثر على دعم الفرق، هي تقدر تسقلكم اللعيبه تيكونوا موجودين. والفرق اليوم حسن نحن بنك اوف بيروت عنا كاس لبنان هالاسبوع ان شاء الله، لازم نكمل كاس لبنان، نخلص هالمباراه بنروح على دور النص نهائي للدوري. ان شاء الله هدفنا الاول نربح بطوله لبنان لنقدر نحضر حالنا لبطوله اسيا ان شاء الله. طب باسيا شو رح تعملوا؟ شو المطلوب منكم للسنه؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا ما بقول انه نوصل دومي فينال او فينال او شيء، بس انه كيف بدكم تحضروا؟ يعني رح بتجيبوا لعيبه من برات لبنان، لعيبه اجانب، دول عم بحكي عن المدرسه البرتغاليه اليوم، معنا لعيب صربي دراجان عم بيلعب معكم بالبطوله، بس عم بيلعب بالبطوله وعم بيكون من اللعيبه المميزين، حتى ببطوله اوروبا كان مع منتخب الصربي كان من اللعيبه عم بيرتكزوا عليه. معنا اللعيب الايراني كمان لعب مع منتخب ايران تحت ال 20 سنه. بس مثل ما عم أقول لك اليوم كل هدفنا ناخد البطولة، من بعد الدور اللبناني إن شاء الله نركز على كأس آسيا، نركز على آسيا ونشوف وين كان عنا نقص، يعني وين كان عنا حيلا خلل خلال الدوري رح نشتغل عليه، ورح نرجع لهديك السنة شو كان عنا نقص ببطولة آسيا كرمال إن شاء الله نقلط حاجز ربع نهائي يلي ما قدرتوا تعملوه كمنتخب اليوم ببطولة آسيا. كلمة أخيرة عن السيدات، لأنه ما فينا ما نحكي عن دوري السيدات، انطلقتوا فيه أكيد مؤخراً. بارح كان في ثلاثة متوشة وعم بيكون في منافسة كتير قوية، وفي استحقاق لمنتخب السيدات بتايلاند من 2 ل 12 ماي I think مزبوط. فأكيد من بعد الدوري بيخلص بأبريل 1 ويكون في تحليل لمنتخب السيدات مشان استحقاق الاسيوي. والناشئين كمان عم بنشغل عليهم كمان في دوري للمنتخب، لا غير قصه الدوري، ما عندكم اندر 18 ما عندكم شيء بس في بطوله لالون وبلشت. كم فريق عم بيشارك فيها كمان؟ 12. طيب اليوم كلمه اخيره دوري، الشباب كلها تقريبا بتعرف انت من بعد كريستيانو رونالدو وميسي كله بده يلعب فوتبول، اللي بده يلعب فوتسال وين بتبعته؟ اكيد بنبلشوا بملعب صغير
جوابي سريع كثير لان مع اكيد فوتسال لان رونالدو لا وين بتبعتوا وين بتبعتوا يعني وين باي انديه فوتسال لا انديه انه كل الانديه ابوابها مفتوحه لان هول اللعيبه اللي قلت عنهم ميسي ورونالدو كلهم بلشوا فوتسال رونالدينو روبرتو وبيرجعوا بيخدموا حياتهم مثل ما شفنا بالبرازيل في اكثر من لاعب مميز فوتسال فوتبول فوتسال فوتسال بالاخير بالختام جونيور ايضا بالختام احكي لنا يمكن عن الجودو بلبنان وعن المشاركات العربيه اليوم نحن بعدنا عند العرب كسيدات الافضل ولا المنافسة المصرية التونسية صارت أقوى بكتير من قبل؟ لا بعده نحن من ضمن هالمنافسة لأنه عنا كذا بنت من أفضل لاعبين بالعرب وعلى المستوى الآسيوي؟ بمحلات عم نقدر نعمل أكيد. طب اليوم هالمواهب الكبيرة هل مستعدين تروحوا فيهم للآخر مع مساعدة الأهل أم أنه برأيك رح بيصير في تضحية ببعض الأسماء واس بتركزوا على اسم أو اسمين للألعاب الأولمبية المقبلة؟ لا نحن بنمشي كفريق وباكيد بالاخر الافضل هو اللي حيروح يعني اذا كان في حدا افضل من الثاني اكيد هذا وخاصه هي الكاليفيكاسيون والتصفيتية اللي بتاهل التصفيات وخاصه مش على بطوله وحده على كذا بطوله بيكون فيه وهلا بلبنان التركيز اذا رح بيكون على بطوله اسيا مزبوط يلي رح نتابعها بشهر ايار بعد الانتخابات بعد الانتخابات بجمعه بعد جمعه بيكونوا كلهم محتفلين فشوف شو بدكم تعملوا كلمه اخيره حسن أول شيء بدي أتشكركم نحن بدنا نشكركم كلكم الجنود بعالم الفوتسال بدي أتشكر إدارة بونغ بيروت على الدعم اللي عم تعطينا إياه دايما والأدي عم بتطور لعيبة من خلال هيدا الدعم وبدي أقول عن جد لعيبة منتخب لبنان كانوا أبطال بهالبطولة صح ما قلطنا حاجز ربع نهائي يعني تعادلنا بالمباراة بس اشتغلتوا شغل حلو بس اهم شيء اللي كسبناه من هيدي البطوله انه اللاعب صار عنده ايمان بحاله انه نحن قادرين نعمل شيء يعني يوم اللي ربحنا على منتخب تايلاند اللاعب اللبناني لحاله صار عنده ايمان انه قادر يعمل شيء وانا بس طلب من كل لعيبه انه ايه ضروري يكون عندنا هيدا الايمان لنقدر نوصل ضروري يكون عندنا هيدا الايمان انه نحن قادرين نعمل شيء ان شاء الله ان شاء الله خير شكرا لك حسن شكرا فرانسوا وشكرا استاذ دوري على الدعم الكبير اللي عم تقدموه لرياضه الفوتسال شكرا لجميع المشاهدين بنرجع نلتقي اذا الله راد الاسبوع المقبل بحلقه جديده من سكور